انضم الينا من عمان مازن الوظائفي الرئيس التنفيذي في بورصه عمان. اهلا وسهلا بك سيدي الكريم. يعني ارباح الشركات المدرجه في البورصه، دعنا ابدا من هذه النقطه تحديدا، ارتفعت باكثر من 200% خلال العام الماضي. هل انعكست تلك الارباح على اداء الشركات في السوق؟ شكرا اخي الكريم، مساء الخير ومساء الخير لك ولمشاهدي الكرام. الواقع كما تفضلت اخي العزيز، يعني عمان اغلقت العام الماضي على مؤشرات ايجابيه غير مسبوقه، اللي هي من اهمها يعني اعلى مكاسب تحققها منذ العام 2005. الواقع ارباح الشركات المساهمه العامه للربع الثالث العام الماضي تجاوزت نسبه الزياده 412%، وكانت هاي نسبة يعني مقارنة طبعا مع 2020 كانت هاي مدعومة بتحسن في المؤشرات الاقتصادية على المستوى الاقتصادي الكلي، وأيضا على مستوى أيضا التطور في البنية التشريعية والتنظيمية للبورصة ولسوق رأس المال الوطني، إضافة إلى إعادة فتح القطاعات الاقتصادية. أيضا الواقع نتائج الأعمال الأولية اللي صدرت قبل يعني خلال الايام السابقه تشير الى تحقيق ايضا ارباح يعني غير مسبوقه منذ العام 2008. يعني الشركات التي زودت البورصه هي 161 شركه، 164 شركه من اصل 171 شركه، يعني باقي 7 شركات حققت يعني مجموع الارباح بعد الضريبه رقم تجاوز المليار و $341 مليون، وهذا الرقم جميل. الواقع غير مسبوق منذ عام 2008. سيد مازن، يعني شو حصة التدفقات الأجنبية من هذه الأرباح؟ يعني الواقع احنا نسبة الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان يعني هي نسبة الواقع هي مرتفعة، يعني حافظت على يعني 48.1% نسبة يعني الاونرشيب او ملكية غير الاردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان، هذا اخر رقم، يعني تراوح يعني هذا الرقم خلال السنوات السابقة حول هذا الرقم، فبقي الاستثمار الاجنبي الواقع بنسبة كبيرة في السوق بنسبة يعني تجاوزت 48%. نعم سيد مازن، ماذا عن خطط تنشيط تواجد السيولة بالنسبة للمستثمرين المحليين أو حتى المستثمرين الأجانب؟ وأيضا النقطة الأساسية الأخرى، ماذا عن خطط البورصة في عمان حول الإدراجات الجديدة؟ هل هناك رقم محدد لطروحات أو إدراجات بالنسبة في بورصة عمان؟ شكرا أخي الكريم. الواقع هناك إحنا نحن ننفذ خطة استراتيجية لتطوير الأطر التشريعية والفنية في السوق. احنا نفذنا يعني خلال العام الماضي العديد لتطوير ايضا موضوع الديجيتاليزيشن، يعني للتحول الرقمي والفنتك في السوق، الوصول الى البورصة الذكية مستقبلا. فأطلقنا نظام تداول الكتروني الاوبتيك اللي هو مطور من قبل يورونكس، أطلقنا نظام الإفصاح الإلكتروني الواقع لتعزيز الإفصاح والشفافية في السوق، بحيث يصدر تقارير ومعلومات باللغة العربية والإنجليزية وتقارير ونسب مالية. أيضا احنا سنطبق عبارة من العام القادم او العام الحالي عفوا، سنلزم الشركات بإصدار sustainability reports، وايضا انشاء وحدات الاي ار انفستر ريليشنز، وحدات المستثمرين فيها لتعزيز الشفافيه وتعزيز ايضا تنافسيه هذه الشركات. ايضا الان احنا نعمل سيد مازن عذرا على المقاطعه، هل هناك رقم محدد لعدد الاطروحات المتوقعه خلال هذا العام؟ لا يوجد الان الواقع عندنا رقم محدد بسبب يعني احنا مرينا في ظروف ضغطت على البورصه، لكن احنا الان بصدد يعني استقطاب الشركات العائلية، وأعددنا واقع برنامج لاستقطاب هذه الشركات، وإحنا خلال العام الماضي
عقدنا عدد من ورشات العمل مع هذه الشركات. احنا مقبلين الان زي ما حكيت لك يعني ايضا في عندنا في موضوع lending and borrowing، صانع السوق، الشورت سيلينج، يعني بدأنا بتجهيز البنية الفنية والتحتية لهذا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. وأيضا فيما يتعلق باستقطاب الشركات، نحن الآن في خضم الواقع يعني جهد استثماري كبير على مستوى البلد. احنا السبت المقبل سيكون هناك ورشة عمل اقتصادية في الديوان الملكي، نعم، لوضع خطة اقتصادية. ايضا عندنا قانون استثمار جديد، تشريعات جديده لاستقطاب الاستثمارات. فمن المتوقع الواقع انه نعزز موضوع استقطاب شركات جديده واطروحات جديده للبورصه باذن الله خلال المرحله القادمه، ضمن هذا الجهد الاستثماري وضمن جهد تطوير الاقتصاد والاطر التنظيميه والتشريعيه في البورصه وفي المستوى الاقتصاد الوطني. مازن الوظيفي الرئيس التنفيذي في بورصة عمان، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.